السلام عليكم مرة ثانية. راح نجهز سوي كمان فيديو سابق الانكريبشن بالسيشن اللي راحت، شرحنا شلون صار الانكريبشن، وما اعتقد كان اكو بي مشكلة، جدا سهل. هسه نجي على الديكريبشن. صراحة يعني بي فكرة بسيطة، يعني الرجاء شوية الانتباه هاي بالديكريبشن، فكرة جدا بسيطة. هسه هنا راح نجي نسوي هسه ايش ديكريبشن. اوكي جيد، هسه نجي نشرح الديكريبشن. هسه هنا الانكريبشن اوكي ماكو مشكله، اعتقد كلها واضحه عندها. هسه نجي الديكريبشن. الديكريبشن انت بقول شلون يصير، نجي نفتح اول نفتح تشفير مسج مسج. يعني شلون احنا عندنا سايبر مال مسج اولى، سايبر مال مسج ثانيه، سايبر مال مسج ثالثه، سايبر مال مسج سبعه حسب ما قلنا قبل شويه. اشتدك ف راح نجي نحسب، احنا نجي نحسب كم وحده والبقيه تصير عندكم طريقه سهله ماكو مشكله. زين لازم عندك فد شيء اسمه، يعني انت من شفر بمن شفرت، باستخدام شنو؟ باستخدام الدبليو. من تفك تشفير لازم شنو عندك انت؟ لازم عندك الدبليو انفيرس. لازم عندك شنو؟ الدبليو انفيرس. هي بس سؤال الدكتوره متفضله ما اعطتنا اياه، الدبليو انفيرس هذا W minus 1 معناها W inverse، ما اعطتني اياها 9 هو هي حاسبته. طبعا اكو معادله للحساب او خوارزميه او كود للحساب احنا ماخذينها خوارزميه يعني مال حساب الانفيرس. المهم هسه نجي محسوب اللي هو خلينا نجي نكتب الوا اللي شو اسمه W minus 1 او minus 1 هو up 1 هيك، يعني خلينا نسوي حتى يكون واضح عندكم، هو يكون هيك. ايش قد يساوي؟ 9. اوكي يساوي شنو؟ 9. اوكي هسه شلون نفك التشفير؟ نفك التشفير اللي هي ترجع مسج، يعني احنا اخذناها سايبر كانت مسج، انتبهوا كانت مسج شفرناها سايبر ترجع شنو؟ ترجع مسج. اوكي يعني نفك تشفير هذا 9 من يقول لي ايش يرجع؟ سجاد تقدر تجاوبني؟ نعم ترجع هي يعني ترجع باينري. ايش ترجع لي يعني؟ تقدر تجاوبني؟ ترجع اي؟ لا منو احنا شفرنا كم حرف؟ 4 بالثلاث اللي شفرناه. عاشت ايدك، لان 4 بالثلاث شفرناها رجع لي. بعدين احنا علي بعدين احنا من نجمعها انت ترجع لي الاي. مو قلنا قسمنا الاي يعني دمجناهم كلهم قلنا راح نقسمهم ليش؟ انا انطيتك الحل النهائي على راسي. تمام هسه فهمت، يعني مفتين الفكره. تمام عاشت لك. هسه نجي هنا شلون نفك التشفير. نستخدم السامبل ناب سايب، يسموها اسناب، اخذتوها الخوارزميه مالت. هسه نشتغل بها طبعا الخوارزميه حتى ما ندوخ نفسنا. زين هذا شنو يريد الاسناب؟ يريد تو بارامتر. البارامتر الاول شنو هو؟ الدبليو ماينس 1. البارامتر الاول شنو هو هذا؟ الدبليو ماينس 1. اوكي تمام. اوكي الدبليو شنو؟ ماينس 1 البارامتر الاول. تمام زين البارامتر الثاني شنو هو؟ عفوا مو بس هذا البارامتر، سوري. الدبليو ماينس عفوا الاس سالب 1 الانفيرس، خلينا نقول دبليو انفيرس في شنو؟ في السايبر. يا سايبر مثلا هسه احنا السايبر الاول نريد، في السايبر الاول. اوكي مود شنو؟ اليو. احنا شلون فكينا شلون شفرنا احنا؟ دبليو عاديه في الفكتر البرايفت اكيد مو بابليك في اليو. اوكي هنا انا لا الانفيرس يعني كان ما اكسد اكيد مود اليو هم يعني بقت مود اليو يعني هاي يو ثابت. اوكي زين هذا اول بارامتر. البارامتر الثاني شو تريد؟ تريد شنو؟ تريد الفكتر. تريد شنو؟ الفكتر. زين يا فكتر تريد؟ انا باعتبار هاي الديكريبشن وين هسه؟ بيا سايد هاي بالريسيفر سايد مو صحيح؟ فاكيد الريسيفر شنو هو؟ هو عنده الفكتر مال البرايفت مو صحيح؟ عنده الفكتر. يعني احنا الانكريبشن وين يصير هذا الانكريبشن؟ هذا اللي يشوفه العام يعني اللي يشوفه اي واحد يعني مشفر باعتبار. اوكي؟ فما شفرنا ما شفرنا بمن؟ ما شفرنا بالبرايفت، لا شفرنا
بالببليك، بينما مين فكتش فير فكتش فير مين بالبرايفت. زين برايفت شنو كان اذا تتذكر على عدنان تيرجون شنو هي برايفت؟ لا برايفت عرفان هذا قدامك هذا راح نسخه علي انتبه لنا شويه. هذا بقولك العفو البرايفت كي، وهذا قلنا حسبنا البابليك كي تمام. اكو مشكله عيد علي علي واضح تمام. فاجينا شنو دزينا يعني يطلب تو باراميتر. الباراميتر الاول شنو هو اللي هو هاي المعادله. الباراميتر الثاني شنو هو اللي هو الفكتور. زين هذا الشيء رجع خلينا نبسطها اول شيء خلينا نشوف البراميتر الاول 9 في شنو سوري 9 في شنو في C1 ايش قد 9 مود 80 فجأة تطلع لنا من يقول لي واضحه ايش قد 9 81 ومود 80 فيبقى ايش قد 1 اوكي والفكتور نفسه تمام. فايش قد الرسل ويساوي قد الرسل الواحد وشنو والفكتر اوكي يعطيني فت قيمه اوكي اخوان. من توصل لهاي المرحله تتوقف هنا انت تفتح شو اسمه يا اما تحلها بيدك اكو معادله تحلها بيدك بس انا السكين ما راح احلها بيدي ما مطلوب منك تحلها بيدك يعني تقدر تفتح الخوارزميه عندك وتشتغل عليها. فهسه راح افتح انا الخوارزميه واشتغل عليها اوكي. خوارزميه ايش تطلب؟ تطلب مني شنو فيكتور وشنو وقيمة تمام. تطلب منا شنو فيكتور وقيمة اللي هي هاي الالجوريثم اسنا اوكي. الفيكتور شنو كان اذا تتذكروا خلينا نجي النسخة شنو هو 1 و3 وشنو وهذا نفسه تمتوني انت و الان شنو هذا هذا الام شنو هذا المسج تطلع لي هاي في فراغات تقدر تخليها النول ايش يعني كانما الراي فارغه اوكي. الان شنو الان هاي واضح ايش الكود بعيد عليكم هسه هيك اوضح. الان شنو الان اللينث اوكي اللينث اوكي اللينث زين الاسناب هاي فت نتيجه تخلي بيها يعني متغير بس النتيجه ما بيفت شيء. هسه نجي يريد مني السي السايفر اللي هو نتيجه الضرب قلناها قبل شوي يعني هي هاي بعد ما شنو بعد ما ضربنا قسمنا عفوا ضربنا سوينا مود يعني ان اي من النتيجه هاي النهائيه. الفكتور هسه وين الفكتور اللي هو الاي الاي وين انا كاتبه فوق نعم كاتبه صحيح. زين شو يريد مني القيمه مال السي قيمه السي ايش قد 1 خلينا نجي نشوف. فايش قد طبع لي شنو هاي القيمه هاي ما عليكم بها. لحظه حتى لدو اخون بس دقيقه اكفى الطباعه وينها هاي بنت سي ما اريدها. شوف عيني اخوان انتبهوا الاسناب ايش قد 1 0 عفوا 1 0 0 0 زين خلينا نجي نكتبه 1 0 0 0 زين اتاكد من حالي. شلون اتاكد من حالي؟ هل نفس اول قيمه هو ولا لا؟ اجي اتاكد اذا نفس اول قيمه اقول اذا حلي شنو اني صحيح تمام. لهنا ما انتهى الحل لا ما انتهى هاي الام 1 نجي نحسب الام 2 لحد الام 7 خلينا نجي نحسب الام 2 خلينا نجي ناخذها كوبي نجي نحسب الام 2 اخوان انتبهوا لي الام 2 شلون؟ هسه واحد يريد يعني يشاركني على سجاد علي اي واحد يحكي لي وانا اكتب حتى تصير شويه المقابل يفتهم. الام 2 الانفيرس تبقى السي 2 تصير مود 2 مود اليو عفوا زين الانفيرس 9 في السي ايش قد السي 73 1.7 يضرب لي اياهم بسرعه 1.7 يضرب لي 10 صباح زين اضرب بين هنا قد يطلع عن صباح 70 73 في 9 يطلع بس اللي يعني انا شلب هالدوخه شلب هالدوخه اطلع نتيجه نهائيه 157 برنت بس لحظه صباح برنت شنو اقول اطلع لي اياها النتيجه ايش قد يطلع لي 17 يطلع لي اوكي تقعد تحسبين يطلع 17 تمام اخوان. فايش قد طلع لي 17 من ما اعرف شلون احسب 17 مجرد تفتح البايثون طلع 17 لا ادوخ نفسي ولا اوكي اخوان
ما دوخ نفس الحساب واضرب هاي الدوخة. زين هسه اجي للاسناب، خلينا نجي نحسبها. ايش قد سبورت اش والفكتور؟ الفكتور انا منطي، الفكتور انا منطي، اجي اكتب سبورت اش. خلينا نجي نكتب سبورت اش. انت قاعد تحسبين بيدك يعني، ماكو اي مشكله تقدر تحسبين بيدك بس السرعه يعني، حتى ما نطول الفيديو علينا. اوكي فنجي نحسبها سبورت اش والاي، ايش يطلع لنا؟ يطلع لنا 0011. خلينا نجي نكتب 0011 0011. هل هو نفس ثاني عنصر لو لا؟ ايش تقول انس الصباح؟ اي نفسه نفسه. تمام هكذا تكمل البقيه. لنفرض تكمل الام 3 الام 4 الام 6 والام 7. اوكي يطلع لك فتقيم، بس كون شنو القيم مشابهة لذن القيم؟ إذا أكو إذا نقول حلي خطأاني. أوكي إخوان بالأخير شو تسوي بالأخير؟ بالأخير ما ورا مني تكتب بالأم يساوي. شلون تكتب الأم؟ تجي أول واحد شنو قيمته هذا تحطها، الثاني شنو قيمته هذا تحطها، الثالث الرابع الحلمة تصير لك شنو سترينج طويلة. أوكي حلمة تصير لك سترينج طويلة تيش تسوي؟ تيش تسوي اذا صحيح كل هنا صحيح تيش تسوي؟ تقول له الام تساوي اي بي سي. اوكي يعني راح تحول الترباينري الى ارقام الى احرف فيرجع لك بهالصوره. اوكي اخوان يرجع لك شنو بهالصوره. لهنا انا اكو سؤال، اكو شيء ما فهمته بالتشفير هذا؟ ليش عاشت ايدك؟ تمام هو صح شويه بتفاصيل ما عليكم او ما رب يعني شلون تقول من غير جانب ما مر بهالصوره، مجرد تطبق قوانين جدا بسيطه، قوانين جدا سهله بس اهم شيكم يفتهم انت يعني، مو مجرد انت تجي تشوف الفيديو او وخلص السكه وتسلم، لا خطا هيك لازم انت تفتهم ايش اشتغل، ليش سويت هيك، ليش قد سنتها على اربعه. يعني كنت أعرف كل المراحل والتفاصيل حكيناها وشاركوا بيها الشباب سجاد وعلي يعني بقية همين صباح جي سي دي مثلا ركزت عليه شلون صار يعني. تمام صح في شيء بسيط تقدر أونلاين تشيكه، بس أنت افتهم شلون صار أصلا، افتهم شلون صار يعني مو مجرد أونلاين وهاي. أنا دا استخدم الأونلاين وهاي السرعة بس حتى الفيديو ما يصير جزمة يعني، تقدر تحول 65 وإنه بتحول 65 باينر وتحل يعني، بس هي يعني أكيد عندك فت تولز للسرعة تستخدمها. هنا أكو سؤال إخوان، أكو شيء مفاهمي الواجب، منو يشك إن الواجب صعب لو صار سهل هساعدكم؟ كلش واضح صعب. الواجب صار كلش واضح مو صحيح؟ مجرد تطبق، بس مو تطبق إيش اسمه يعني كأنما ساتش الفكرة وتجي، بس مجرد تطبقها وخلاص تريد تسلم واجب، لا كون أنت يعني مفتين مش تشتغل. تمام اذا ماكو شيء يعني ما عندي شيء اخوان، اذا عندكم سؤال كتبوا لي اياه، واذا ماكو سؤال حتى ننهي الميت. اذا عندكم سؤال عاشتيدك حبيبي، الله يسلمك حبيبي. حسين بس سؤال تفضلي، هي مطيتنا المسج بحرف كابيت الواجب مالتها الام اللي مطيتنا اياها، مطيتنا البي حرف كابيتال وباقي الحروف سمول، انا راح اخذ الرقم اللي يقابل الحرف السمول. بالضبط تاخذين الحرف الاسكي اللي يقابل الحرف السمول. تمام عاشت. تحاولين باينري مثلا على راس، مثلا هو مثلا يفرض اي كابتر 65 اي سمول ايش قد 97 وهكذا، مجرد تاخذين الاسكي السمول وتحاولين، بس تحاولين باينري خلاص ما يهم شنو. تمام بس الصباح مو شو اسمه يعني، مو بس حفظت الفكره كون افتهمت ايش صار يعني، لاني خاصه يعني بيسموه هذا السؤال بنحكي يعني، جوز يجيكم غير سؤال بي مثلا ما ينحل اصلا، ما ينحل شنو الاسباب؟ الاسباب مثلا ذني اربع نقاط اول شيء حكيناهم بالفيديو السابق يعني. تمام يعني لازم ذني مفتهمهم. تمام بقيه هي مجرد معادلات وتشوفون الرياضيات حتى لكم انتم تحسبوها، ليش؟ لان يعني فد شيء بسيط مو فد شيء صعب. اوكي يعني حتى انا بدا استخدم شنو تول، دا استخدم فتشيل السرعه بس يعني، هي ما اريد وقت يعني، انا سهلات مو صعبات اكيد،
بس ما عدنا وقت نحسبهم بدينا وهاي يعني فهمتون شلون. حتى يعني صراحة إذا عندكم امتحان وهاي يعني حاولوا تستخدمون هاي التول للحل حتى لا تضيع الوقت يعني لا تضيع الوقت مع امتحان بيه. تمام أنا ما عندي شيء إخوان، إذا عندكم سؤال أو شيء ما يفتهميه حتى هو راح يظل مسجل حتى نحكي ويظل مسجل للطلاب البقية. وإذا ماك سؤال يعني حسنت عشرين هذا راسي، إذا ماك سؤال تفضلوا، وإذا أكو سؤال يعني يبقى رجي يسأل ماكو مشكلة. أنا راح أسد الريكورد بعد على راحتكم.